الآلة الإسلامية في مشروعية مولد خير البرية سيدنا شفيعنا طبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وذاته وصفاته وجميع الأنبياء كما صلت عليه الملائكة. تأليف فضيلة الشيخ عثمان بن الشيخ عمر بن الشيخ داو هدع الدعون الشافعي الصومالي العيل طيري مولدا راجعوا صحوه الشيخ عبد الناصر علي حسين طبع الأولى ربيع الأول 1429 مزيدة منقحة مقديشو صومال. الصومال الوالد راح يمكن مع ولد أختي ماجد سيد ساشم أحمد الرفاعي أو سعيسة ما الشاهين وهناك لا فيها تكايا صوفية وقادرية بالذات هي وتيجانية ونقشبندية وبدوية والتسوقية وشادلية وآل بعلوي والعيدروس وغيرهم والدرقاوي علاوي. المهم أنا كذا صفحة صفحت اليوم صفحة اليوم الأحد 15 ربيع الأول ميلاد نبينا شفيعنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم 1445 الموافق شهر جديد 1 اكتوبر 10 2023. فاختار لنا ابو يعقوب الرفاعي وذكر مره وذكر مره اخرى ان هذا الاحتفال ليس بمكروه بشرط عدم اتخاذه راتبه. في خلاصه الكلام قال ابن تيميه في الفتاوى جيم 23 صفحه 132 ما نصه وقد روي في الملائكه السيارين الذين يتبعون مجالس الذكر الحديث المعروف فلو أن قوما اجتمعوا بعض الليالي على صلاة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السن الراتبة لم يكره وكذلك القول في ليلة المولد وغيرها. وشكرا وإلى صفحة أخرى جميلة غيرها مع أبو يعقوب الرفاعي حافيد السيد أحمد الرفاعي حقه حقيقي وهذا موقعه وادعوا له مدد يا أبو يعقوب كفيت ووفيت مع جدك رسول الله.